اسم الكامل شرف الدين محمد فاضل، مواليد مدينة طنطان في الصحراء المغربية، سن 34 سنة، دكتور في طب المستعجلات في مدينة إشبيلية. يعني سبب الهجرة لإسبانيا كانت دراسة أساسا. بدينا ب العام الأول، يعني كان بريباراتوار المسألة ديال اللغة الإسبانية، لأن يعني كنا كنقراو الفرنسية والعربية في المغرب، ويعني والسنوات الأخرى كانت في الجامعة في كلية الطب. من ثم درنا كملنا الدكتوراه شديتها هنايا، وكنت كباحث في قسم طب العيون في مستشفى ماكارينا في جامعة إشبيلية. بعد تقديم عطوني يعني كفاءة في البحث، بعد تقديم واحد البحث على واحد العلاج الجديد في علاج جفاف العين، وكذلك قمت بواحد الماجستير في جامعة برشلونة على الأخطار المهنية، يعني لي ريسك ريسكوس لاوراليس لي ريسك دو ترافاي، وخصوصا في ابليكي يعني مطبقة على مجال الطب ديال التخصص ديالي. كذلك قمنا ب يعني فاعل جمعوي في جمعية هنايا كعضو في جمعية باركو دي باسين فرونتيراس، اللي قمنا بشراكة مع عديد من الجمعيات المغربية في المغرب، خصوصا في الجنوب مدينة طنطان كجمعية الطموح. قمنا بعدة قوافل طبية الإخوان، يعني الأطباء الإخوان ديالنا هنا، يعني لي كوبا، درنا قوافل طبية تما. شاركنا عاود ثاني في مع جمعية تافيلالت في الراشيدية، كذلك مساعدة العديد من الأصدقاء هنايا أطباء. قمنا يعني بجلب مساعدات طبية، بالعمل الخيري، بعدة فحوصات. بعد الازدياد طبعا في مدينة طنطان عام 1980، يعني الدراسة ديال روض الأطفال، النوادي، قمت بها في مدينة طنطان. السنة الأولى ابتدائي قمت بها يعني بمدينة العيون، مدرسة بئر نزاران، عام 1986-1987، نظرا لطبع الشغل ديال الوالد اللي كان مدير آنذاك في إعدادية من الإعداديات في مدينة العيون. بعد السنة الأولى في ابتدائي في مدينة العيون، قمنا بالسفر لمدينة الداخلة اللي تم الاستقرار بها لمدة 13 سنة، نظرا عاوتاني للعمل ديال الوالد اللي عينوه كنائب تعليم في مدينة الداخلة. يعني الابتدائي، من ابتداء من الثاني ابتدائي لغاية التاسعة إعدادي، قمت بها كاملة في مدينة الداخلة. مثلا الثاني ابتدائي قريته في مدرسة وادي الذهب، الثالث والرابع ابتدائي في مدرسة 14 غشت، الخامس ابتدائي مدرسة السلام، والسادس ابتدائي مدرسة محمد الخامس في الداخلة، يعني قمت بجولة مدينة الداخلة. في الإعدادي، في يعني السابعة والثامنة إعدادي، قمت بها في يعني تم لي يعني في مدرسة إعدادية الأمير سيد محمد آنذاك، جلالة الملك محمد السادس الآن، والتاسع ابتدائي في الثانوي، يعني في إعدادية التاسع إعدادي في إعدادية الحسن الثاني. ثم قمت أنا يعني واخا يعني الأب والإخوان استمروا في الداخلة، أنا قمت بالسفر واستمرار في الدراسة في مدينة أكادير في ثانوية الزرقطوني، سنة يعني في الأولى ثانوي، ثانية وثالثة. حصلت على البكالوريا ميزة حسن في مدرة يعني في ثانوية الزرقطوني. ومن الأسباب اللي خلاتني نهاجر هنا هو بأنه أنا كنت كنحت بأنني باغي ندير طب، وكانت فما كما يعرف الجميع بأن كانت كليتين آنذاك، كليتين ديال الطب، كانت من الصعوبة، أو يعني واخا حصلت على يعني ميزة مهمة في البكالوريا، كانت صعوبة باش نستمر فما في القراءة. دونك طلبا للعلم هاجرت لمدينة مالاغا في العام الأول، سيليكتيفيداد، تسعة شهور للبريباراسيون ديال لا لونغ وامتحان، والحمد لله حصلت على نقطة جيدة اللي خولتني باش ندخل لكلية الطب اللي كان هو الاختيار الأول ديالي، كلية الطب في مدينة إشبيلية. السنوات ديال الدراسة كانت كاملة هنايا، ثم حصلت على الدكتوراه
التحقت بقسم طب العيون، قمت بالبحث كما قلت انا ذاك، شدينا الكفاءة الطبية، من ثم كفاءة البحث، من ثم جامعة برشلونة كما قلت انا ذاك يعني قبل، ومن ثم يعني مع تقريبا 2007 2008 يعني التحقت بالعمل في القطاع اللي هو يعني العام والقطاع الخاص في مجال الطب في الأورجنس. بالنسبة للمجال الجمعوي، فالعمل الأول اللي قمنا به كانت يعني سنة 2009 2010، وكنا يعني استدعتنا جمعية تافيلالت اللي كتقوم بعدة قوافل طبية يعني في الراشيدية ورزازات يعني الجهة الشرقية للمملكة. قمنا يعني بجمع أصدقاء هنا أطباء مساعدة طبية ومسائل شبه طبية والثاني، وقمنا بالزيارة يعني القافلة الأولى لنا. كنا احنا ما مخارطيش يعني في هنا، ما كانش عندنا واحد لاباز اللي هي جمعويه، ما كانش عندنا قاعده جمعويه هنا، كنا يعني هذا غير عمل شخصي. قمنا مشينا معاهم وهما تكلفوا المسائل كامله اللي هي جمعيه تافيلالت، وساهمنا في العمل لمده 5 ايام. كانت هذه التجربه الاولى. ثم بدات التفكير لتعميم الاستفاده خصوصا في الجنوب، اللي عندي علاقات بزاف تما بالجنوب ديال المملكه، والحمد لله يعني درنا شاركنا في عملية طموح جوج، جمعية طموح بدات طموح واحد ولكن احنا ما كنا مشاركين، وفي الطموح يعني العملية الثانية كان يعني نفتحوا دوليا على اسبانيا خصوصا، وكنا شاركنا يعني بوفد كبير في عملية طموح جوج 3 4، وانا كنت سنة ان شاء الله طموح 5 بحول الله قوتي. هنايا على الصعيد يعني ابتداء من طموح جوج كان يعني كانت واحد كونفونسيون اللي هي شراكه بين جمعيه باركو دي باسين فرونتيرا اللي مكونه مغاربه واسبان هنا، وجمعيه طموح. والحمد لله انا ماشي في هذا المجال مازال. في طموح 4 كنا مشينا لبار طنطان، مشينا للطرفايه وكنا في العيون، والحمد لله كانت السلطات الحمد لله سهلت لنا جميع المسائل، كانت واحد المساعده اللي مهمه، وكذلك حتى ابناء المنطقه اللي كانوا متشوقين، لان هذيك المنطقه كانت شبه معزوله طبيا، ما كاينش بزاف ديال القوافل اللي كيمشيو تما. في الجهه الشرقيه كاين يعني العديد من الجمعيات الخيريه اللي كتقوم بعده قوافل خلال طول السنه، ولكن في هذا طموح يعني في المنطقه الجنوبيه الجمعيه قامت بعمل جبار. وما ننساش يعني المشاركه المغربيه، كانوا اطباء كذلك من مدينه الدار البيضاء، الرباط، مراكش، كانت مشاركه فعاله، وهذا الشيء ساهم عاوتاني في التلاقح بين الكفاءات يعني اللي كاينين هنا في اسبانيا والكفاءات اللي كاينه في المغرب. الاستمرار في العمل اولا، اللي هو الان في هذه المنطقه ولا عامه في اوروبا كامله كنز مع هذه الازمه الاقتصاديه اللي كتخبط فيها المنطقه، و ابار يعني الاستقرار اللي الحمد لله مستقرين مزيان هنا، كنفكروا نديروا يعني عمل يعني نستثمروا استثمار يعني على الاقل كفاءتنا في المغرب ان شاء الله، على الاقل ندخلوا فيما نساهموا في التنميه على الصعيد الصحي والاجتماعي، وان شاء الله هذا هو يعني حلم اي مغربي في اي منطقه، هذا بدون جدال. الاحساس في احساس الحمد لله بانني وصلت لواحد النقطه، واخا بالنسبه لي انا هي نقطه يعني انطلاق اللي كنت كنحلم بها في الصغر كامل ديالي. يعني الانسان اللي عنده حلم يقدر يحقه، واخا ما يحقه في البلاصه اللي كاين فيها يقدر يحقه بلاصه اخرى، يعني دائما خاص الكفاح. يعني بالنسبه لي انا في حالتي كنت باغي دائما نكون طبيب في المغرب، ما كانش تمكن لي اللي نظرا لان ما وصلتش ونظرا لعدد قله عدد يعني المقاعد بالنسبه لكليات الطب. دونك انا
هاجرت حاولت هذا، واخا ما عرفتش انا واش هنا غنجي نهاجر وغنقرا الاسبانيه ونشوف واش غادي نقد شي طب ولا لا، ولكن كنت مآمن بالحظوظ ديالي، كنت مآمن يعني بالقدرات ديالي. هاجرت الحمد لله جابت سير، كتشوف راسك حققتي واحد الهدف اللي هو بالنسبه لي انا هو كانطلاقه لهدف اخرى. دونك الانسان ما عمرو يحس بالفشل، يحاول دائما يحاول يحقق الامنيه ديالو، يعرف بان كاين عده طرق وعده سبل لتحقيق هذه الامنيه. بالنسبه لي انا رسالتي يعني نقد نختم ب ب ب ب ب يعني برسالتين. الرساله الاولى كما قلت سالفا بالنسبه للشباب المغربي اللي كاين هنا في اسبانيا، اللي كاين في فرنسا، اللي كاين في بلجيكا، خصوصا يعني فرنسا وبلجيكا عندهم اكثر تجربه علينا حنا، لانهم تبارك الله سنوات عديده هما تما، والجيل الثالث ولا الرابع اللي وصلوا تما. الانخراط دائما من اجل الدفاع عن الحقوق ديالك في البلاصه اللي كاين فيها انت. الانخراط في اعمال جمعويه اللي تعود بالخير على الناس اللي كاينين هنا، اللي هما في حاجه ماسه للمساعده، وثاني المناطق المغربيه. يعني الدفاع عن هويتك، جميع المناصب ولا المكان اللي كتكون فيه، تمثيل المغرب احسن تمثيل في الموقع اللي كاين انت فيه، في جامعتك، في خدمتك، يعني تعطي واحد الصوره اللي هي تكون اللي يعني الحقيقيه للمغرب، اللي هي صوره انسان مثقف الكريم المهذب. يعني هما ميزات اللي مهم الانسان يعطيهم خصوصا في برا. والرساله الثانيه يعني كنطلب يعني من المؤسسات في المغرب اعطاء الفرصه للمهاجرين المغاربه والجاليه المغربيه في جميع المناطق لي يعني ابداء صوتهم في الاستحقاقات، باش يوصلوا حتى هما الافكار ديالهم، باش يعاونوا في التنميه ديالهم، باش يحسوا بانهم عندهم جميع حقوق المواطنه، ماشي غير يعني كمهاجر كتمشي دوز العطله ترجع داكشي ما هو. حتى حنا عندنا حقنا في المغرب.